الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبقت رحمته غضبه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، أوسع الخلق خلقا وأجمل الناس لينا ورأفة، المكمل بالرحمة حربا وسلما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ولقاؤنا بكم يتجدد. وما أجمل الحديث عن هذا الشهر الحافل بالخيرات مغمور بالبركات، صيامه ركن من أركان الإسلام، اختصه المولى جل جلاله بالرحمة والغفران. بدأ بهذه الرسالة العظيمة، رسالة الإسلام في رمضان، فأرسل رسوله الذي نعته بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة، وأنزل عليه الكتاب رحمة للعالمين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهذه الرحمة شاملة للمسلمين وغير المسلمين، بل لجميع المخلوقات، للحيوان الأعجم والنبات الأخضر والجمال الأصم. فهو سبحانه الرحمن الرحيم، جعل الرحمن والرحيم اسمين من أسماء الحسنى وصفة من صفاته العليا. فهو الرحمن ذو الرحمة الشاملة التي لا نظير لها، والتي وسعت الخلائق جميعا، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، شقيهم وتقيهم، وسعتهم في أرزاقهم ومعاشهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا. فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فالرحمة معناها الرقة والعطف والإحسان، فلا أحد أرحم بالخلق من خالقهم جل جلاله، خلقهم على الفطرة كما جاء في الحديث: إني خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وقال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فأرسل لهم الرسل، وأنزل معهم الكتب، وشرع لهم الشرائع، ليرجعوا إلى الفطرة، إلى عبادة خالقهم، لتكون القلوب موصولة بخالقها، لتتحقق لها أجل المقامات، مقام المعرفة بالله. تلك المعرفة التي تورث المحبة والخشية والفوز والرجاء والرضا بقضاء الله، والشوق إلى لقائه والأنس به جل جلاله لهدايتهم وسعادتهم. فلا سعادة إلا بالقرب منه سبحانه، الذي شرع لهم الشرائع لتزكيهم وتطهرهم وتهذب سلوكهم وأخلاقهم. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصوم لعلكم تتقون، والزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والحج يشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. جاءت هذه العبادات لتكون رواحا للقلوب، وتجلية لها من الصدى، وتحلية وتخلية، تخلية من الرذائل، وتحلية بالفضائل، وسموا إلى مدارك المكارم والكمال. وثيابك فطهر، أي نفسك من الذنوب فطهر. وجاءت القيم والأخلاق ليستقيم سلوك الإنسان، فيحسن تعاملهم فيما بينهم كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والوعد. فأكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وليس شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وليس ذلك فحسب،
فمن رحمة الخالق بخلقه رعى في ظل التشريع الضرورات والظروف التي تطرأ على حياة الإنسان من عسر وشدة ومصغبة وضرورة وإكراه ونحو ذلك. فمن ذلك كالمشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، والضرورات تبيح المحظورات ونحو ذلك كثير. في ظل رحمة التشريع مراعاة للطوارئ التي تطرأ على حياة الإنسان، فهي لا تستقيم على وتيرة واحدة. ولذلك بعث نبينا عليه الصلاة والسلام ليضع عن هذه الأمة الأسرة والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. فشريعة موسى كانت فيها شدة على بني إسرائيل، قال تعالى مبينا ذلك: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة. وشريعة عيسى عليه السلام جاءت مخففة عنهم بعض الذي حرم عليهم، كما قال تعالى مبينا ذلك على لسان عيسى عليه السلام: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت برفع الحرج ودفع المشقة وحصول التيسير وضع الأسر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة بسبب ظلمهم وتمردهم على أنبيائهم. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. هكذا إخوة الإيمان كانت الرحمة تتجلى فيه صلى الله عليه وسلم، وفي رسالته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي عبادته صلى الله عليه وسلم. فقد دخل المسجد يوما فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب رضي الله عنها وأرضها، إذا فترت تعلقت به. فقال عليه الصلاة والسلام حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. وكان عليه الصلاة والسلام يتجوز في صلاته عندما يسمع بكاء الصبي شفقة بأمه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة. هكذا إخوة الإيمان كانت الرحمة في التشريع، وامتدت هذه الرحمة لتشمل الحيوان والنبات والجماد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كنا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد بعض الصحابة حمرة نوع من أنواع الطيور معها ولداها، فأخذوا ولداها فجعلت تفرش أي تحوم فوقهم ويصيح. فقال الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها، من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. بنها عليه الصلاة والسلام أن تصبر البهائم أي تحبس حتى تموت، وأنها عن التحريش بين البهائم رحمة بهذا الحيوان الذي نأكل لحمه ونشرب لبنه. قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وليس ذلك فحسب، بل امتدت رحمته بالجماد. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة على جذع نخلة، فصنع له منبر من خشب، فصاح الجذع حتى كاد ينشق، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخذه فضمه إليه رحمة به، فجعل يئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقر. هكذا كانت الرحمة تتجلى فيه صلى الله عليه وسلم، كما قال هو صلوات ربي وسلامه عليه: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. فالذي أرسل هذه الرحمة المهداة رحمة للعالمين، فإن الذي أرسله أرحم بعباد من أي أحد كان من كان. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، والسبي هو ما يؤخذ من الكفار من ذراريهم ونسائهم في الحرب. فإذا امرأة من السبي تسعى أي تبحث عن صبيها المفقود، إذ وجدت صبيا في السبي أي وجدت صبيها التي فقدته أخذته فأزقته ببطنها فأرضعته. فقال الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا والله. فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وصدق الصادق المصدوق،
فمن رحمة الله ففي كل ليلة من رمضان لله عتقاء من النار وفتح لهم أبواب الجنة وأغلق أبواب النار ليفتح لهم باب الأمل وباب الرجاء وباب التوبة والإنابة، وجعل رمضان والصيام تكفيرا للسيئات، وليس ذلك في رمضان فحسب، بل الله يفرح بتوبة عبده في أي وقت وإن بلغ ذنوبه عنان السماء. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن أراد أن تشمله رحمة الله فإن رحمة الله قريب من المحسنين، فهذا هو دين الرحمة يا من ابتليت بالعنف والغضة، وهذا هو دين الرحمة يا من تريد العتق والمغفرة. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم يا من سبقت رحمته غضبه، يا حليما على من عصاه، يا قريبا ممن دعاه، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.